بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناة نهاد السفاح الرياضية لإتاحته لنا هذه الفرصة وهذه المناسبة، وهي الجمعة الأولى لتذكر نجم منتخبنا الوطني الكابتن أحمد راضي رحمه الله، لاعب نادي الزوراء العراقي ولاعب نادي الكرخ الرياضي ولاعب لكل أنديتنا. نعم لم يمثل نادي ولكنه كان في قلوب كل الرياضيين وكل الأندية الجماهيرية وكل الفرق الرياضية عربيا وخليجيا وآسيويا. أحمد راضي مثل العراق خير تمثيل. أحمد راضي كان النبذة الأولى لكرة القدم العراقية. أحمد راضي كان النجم الأول لآسيا. هذه الجمعة الأولى التي تمر علينا وأحمد راضي بعيد عنا. نعم بعيد في الجسد ولكنه في القلوب وفي العقل وفي الضمائر. نحن في هذه المناسبة وهذه الكلمات القليلة بحق الكابتن أحمد راضي، لو تحدثنا آلاف الساعات لما أوفينا بحقه، فقط نقول شكرا لقناة السفاح على إتاحة هذه الفرصة المباركة والجميلة للتحدث عن نجوم منتخبنا وبعث التعزيات لهم، ونقول لكل مشاهدينا ولكل متابعي قناة نهاد السفاح الرياضية، شاركوا وادعموا هذه القناة لأنها القناة حقيقة هي من تبعث لفرقنا الرياضية ولجماهيرنا ولفرقنا الشعبية، هي خير من تمثلنا في المحفل الرياضي الكروي خصوصا لفرقنا الشعبية بعد قناة فراس سبورت الأولى التي أيضا مثلتنا وكانت الدعم لفرقنا الشعبية الرياضية وهي الآن عبرت مئات الألوف بمشاهديها ومحبيها. أرجو منكم متابعة قناة السفاح الرياضية ومشاهداتها ودعمها باللايك والتقارير الجميلة. شكرا لكم وعلى هذه الفرصة الجميلة. شكرا كابتن نهاد، مع أجمل تحياتي معلقكم الرياضي جليل التميمي.